نحن الآن في صدد الإجراءات الخاصة بالتلاميذ المقيمين على الاجتيازات الامتحانات المقرية في إطار تطبيق التعليمات السامية وكذا تعليمات ديال السيد المدير العام للأمن الوطني من أجل تبسيط مساطر الحصول على البطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتلاميذ للمستوى البقوي السنة الأولى والسنة الثانية. كما كتشوفوا أن كاين جوج ديال الأنواع ديال الوافدين، كاين الناس اللي كيجيو باش ياخذوا البطاقة ديالهم، وكاين الناس اللي كيجيو باش يحطوا الطلب ديالهم. دونك كاين واحد التقسيم على مستوى المدخل مع احترام كما قلنا في السابق الجانب الصحي ومراعاة المسافات القانونية، كذلك وضع الكمامات الطبية. من بعد كيدخلوا لهذيك المرحلة ديال الحصول على البطاقة بالمراقبة دائما مع مراعاة الجانب الصحي ديال المواطن كذلك ديال الموظف، أخذ مقاسات ديال الحرارة، استقبال ديال الملف، كذلك رفع البصمات باستعمال الواقي الطبي، كذلك دوك ما يسمى بليغون. العملية كتتم بشكل مباشر على مستوى لي بوكس، كذلك مع مراعاة المسافة القانونية ما بين الوافدين كذلك الموظف، وهذا الشيء كيدوز كله كما شفتوا بواحد السلاسة مع احترام جميع المعايير المتفق عليها في الحفاظ على سلامة الوافدين كذلك الموظفين. كان وقوف ديال السيد ولي أمن المنطقة على هذه العملية من أجل إنجاحها. جيت اليوم جيت ديك السيمانة باش نصايب لاكارت ديالي حيتاش غادي نحتاجها في الموسم الدراسي ديالي، وجيت لهذه الكوميسارية ديال الأزهر. بصراحة استقبلونا الناس مزيان، الشاف دايرين التعقيم عند الباب، دايرين الوضع الكمامات وكيحترموا مسافة الأمان. جيت ناخذ لاكارت ديالي على بعد سيمانة حيتاش غادي نحتاجها.